عين ما بعورنا من جبل عرب هن بالشم دارين بقى الناس كله. هذا حين يقولوا جبل عرفة بالشم جبل هو شيء مرتفع ميدان طويل من مثل ما من ميدان السبعين إلى المضار عبارة عن أرض سبعين. لكن قد بعلامة هانك علامة تقول هنا أول عرفة وهنا عرنة. أما أنه بالطلوع أو نزول هي مساعة واحدة مثل ما نقول من عند ميدان السبعين إلى المضار. لو ما نوصل قبل المضار بشوية نجد هناك علامة مكتوب هنا جبل عرفة وهذا علنة كذا. فهذا المكارب الذي بيدوفه الذي بيوقفه هناك معهم مذهب هذاك ما قدش عرفت عادي ونمره. ما يفر الإنسان إلا إذا بسر اللوحات الذي على الأخشاب ما بيش طلع ولا نزول.